أوجد قيمة سي وقم بتمثيل الحل بيانياً. لدينا هنا ناقص 5 سي أقل من أو تساوي 15. لقد أعدت كتابتها بخط أكبر، فإذا أردنا أن نجد قيمة سي فسوف نلجأ لعزل هذه السي هنا وربما على الجانب الأيسر، ويمينها الآن مضروبة بسالب 5. إذن أفضل طريقة للحصول على سي على الجانب الأيسر هي أن نضرب طرفي هذه المتباينة بمقلوب سالب 5، أي 1 تقسيم سالب 5. إذن سوف نضرب 1 تقسيم سالب 5 بسالب 5 سي، وأيضا سنضرب 15 بـ1 تقسيم سالب 5. إنني أقوم بضرب طرفي المتباينة بمقلوب السالب 5 لأنه سيحذف مع سالب 5، وسوف يتبقى لدينا سي. الآن لم أرسم المتباينة هنا لأن علينا أن نتذكر أنه إذا ضربنا أو قسمنا طرفي متباينة بعدد سالب فسوف يكون علينا أن نعكس المتباينة، وسنفعل ذلك. إننا نضرب كلا الطرفين بـ1 تقسيم سالب 5، وهذا يعادل أن نقسم كلا الطرفين على سالب 5، لذا سوف نحول هذه من أقل من أو يساوي إلى أكبر من أو يساوي. والآن يمكننا أن نكمل إيجادنا لقيمة سي. سالب 1 تقسيم 5 مضروبة في سالب 5 سي يساوي 1، إذن الجانب الأيسر يصبح سي أكبر من أو تساوي 15 مضروبة في سالب 1 تقسيم 5 يساوي سالب 3. إذن الحل هو سي أكبر من أو تساوي سالب 3. ودعونا نمثلها بيانيا. هذا هو خط الأعداد، ودعونا نفترض أن هذا 0 وهذا يمتد لأكثر من 1، سالب 1 سالب 2 سالب 3 ثم 1 2. لدينا سي أكبر من أو تساوي سالب 3، إذن يمكن أن تساوي سالب 3، لذلك سوف أملأ الدائرة. دعوني أفعل هذا بلون آخر، إذن سوف أملأها. ثم إنه أكبر من، إذن الحل عبارة عن جميع هذه القيم التي أملأها باللون الأخضر، ويمكنك أن تتحقق من مدى نجاحه في المتباينة الأصلية. قم باختيار قيمة ما لابد أن تنجح. حسنا، الصفر يجب أن ينجح حيث أن الصفر واحدا من الأعداد التي ملأناها. سالب 5 ضرب 0 يساوي 0، وهذا أقل من أو يساوي 15. الآن دعونا نجرب عدد غير واقع ضمن مجموعة الحل، ولم أقم برسمه هنا. يمكنني أن أكمل خط الأعداد بهذا الاتجاه. لدينا سالب 4 هنا، سالب 4 لا يجب أن يكون ضمن مجموعة الحل، ودعونا نتحقق من ذلك. السالب 4 ضرب سالب 5 يساوي موجب 20، وموجب 20 ليس أقل من 15، لذلك من الجيد أننا لم نشمل السالب 4. إذن هذا هو الحل، وهذا هو التمثيل البياني للحل، وأردت أن أفعل ذلك باللون الأخضر. هذا هو، وهذا ما يبدو عليه.